الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة الكرام. إن شاء الله عندي لكم الرسالة المهمة لشعب العرب كلكم بإذن الله تعالى. أنا أخوكم فرحان كيا من دولة الإثيوبي أو كما تعرفونه من حبشي. إن شاء الله تعالى نحن بألواننا بألسنتنا أو باللغتنا كلنا نختلف، لكن كل هذه الاختلاف من آيات الله. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، اللهم وفقنا التقوى إن شاء الله. اليوم كما ترون في جنب هذه السورة بنت الإثيوبي أو من حبشي تدعس على القرآن وتشتم القرآن وتشتم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشعب الإثيوبي المسلمين غضبوا عليها غضبا شديدا، لأنه حتى ولو كانت أختي أو أمي أو أخي على الدين ما نريد أي أحد يهين ديننا ولا ما نهين دين الناس، لأنه الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأجل هذا ما نسب لأي دين، أي دين من الأديان أو أي كتاب من الكتب ما نسب، لكن كما تعرفون في دولة الأمريكي أو أحيانا من بلد العرب النصرانيون يدعسون على القرآن ويشتمون القرآن ويشتمون النبي صلى الله عليه وسلم ويمزقونها، لكن اليوم شفنا هذه البنت من دولتنا مزقت القرآن. القرآن دستورنا، شوفوا ستشوفون الفيديو في جنبي كيف تسوي الفيديو، تدعس برجليها على القرآن وتشتم وتتكلم. هذا القرآن دستور العالم، دستورنا، ما نريد أي أحد يلعب علينا أو يهين ديننا على القرآن. لأجل هذا هذه البنت، من الذي تشتغل عندكم؟ هي الشغالة ستشتغل ممكن في السعودي أو الكويت أو بيروت، ما نعرف بأي البلد اللي تشتغل، لكن في دولة العرب تشتغل. أيها العرب، فيه الناس يأكلون من يدكم ويشربون من يدكم وتشتغلون عندكم ويأكلونكم. انتبهوا على أولادكم، على أنفسكم، على دينكم. حافظوا، حافظوا على دينكم. عندما يشتغلون عندكم هم كويسين، عندما يشتغلون ما شاء الله كأنهم مسلم، لكن على السوشيال ميديا، على الفيسبوك وإنستغرام أو تيك توك يطلعون ويشتمون الدين. عندما تروح في غرفتها بعد شغلها لازم يكون عندكم مراقبة، تشوفونها مراقبة لأجل الدين هذا. شوفوا، نحن عندنا كتابه المقدس، هذا كتاب المقدس عندي أنا، لأنه كنت هذا الدين ديني أول، الدين كان النصارى، أستخدم هذا الكتاب وأقرأها. لماذا؟ لأجل أن أقارن بين القرآن والكتاب هذا، وكمان نتشاور معهم، نسوي مناظرة مع القسيسين، نسوي مع القسيسين أكثر من مرة. سويت المناظرة بين هذا القرآن وهذا الكتاب اللي يقولون الكتاب المقدس. من الله عنده علم من كتابهم؟ حتى في الدنيا أو هذا العالم يعني يجلس على الكرسي ويتكلمون مع بعض ويشوفون بالدليل بالبرهان أيهم الصحيح، هذا هو الحقيقة أو هذا
يختارون. لكن لو ما عندهم الدليل، لو أنهم يعرفون القرآن الصحيح والدين الإسلام ينشر في العالم، يبدأون يشتمون ويمزقون القرآن أو يدعسون بالرجلهم. إخواني أخواتي في الله، أنتم لي أحسن من أي أحد النصارى لي أقرب، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، أنت أخي وأختي. حتى ولو كنت في الغرب أو الشرق أو في الأوروب، أنت أخي في الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، على ديننا نحن كلنا واحد. هذه البنت اللي تشوفونها، أسألكم بالله، من اللي يعرفه تشتغل عنده في بيته فيه الرقم تحت مكتوب على رقم هذه أو على يوتيوب شانال أو قناة اليوتيوب أو على فيسبوك فرحان كيا مكتوبة تحت هذه المقطع يوتيوب فرحان كيا، ترسلون رسالتكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. أحبكم في الله. ودنا يتكبراتشو يتودداتشو يهتنا وندمج إن شاء الله يهن بأربنيا ياستلا لفوتن ملئكت لهل من دي درس إن شاء الله تعالى يراساتشو ندرشا اندي التادر قولين بأ الله سبحانه وتعالى اتأيكاتشو اللون انديهم تورو كريستان وقنو تشاتشن اندي الله تشولو متفوتشو مالو تروتش بترو النتاتشو بدق النتاتشو بيتوبيا وينتاتشو تبابراتشو اندي انت بالاقي موايا يتفلق قوه القرآن مالا مصحف قدس مالا اجاتش الله እናንተ መጻፋችሁን ይዛችሁ እኛም ቁርአናችን ይዘን ተወያይተን ትክክለኛው የቱ ነው ትክክለኛ ለሆነ ሴትኛው ነው ብለን መወያየት እንችላለን በጠረጴዛ ዙሪያ። ከዛ ውጪ ግን ይህ መጻፍ ቅዱስ ስንት አመት ነው ነጋ ተቀመጠ? አንድ ቀን የማይሆን ቦታ አስቀምጫላቅም። ለምን የሰውን እምነት ፈለገ በድንጋይም ባምን የሰውን እምነት እናንቋሽሽ እምነታችን ስለማዘን ነው ይሄን እናደርገው። የሰው እምነት እናቋሽሽም ክልክል ነው። ይሄው አንቺ እንኳን እንዲያከብረሽ ምታስቀምጫ ይመስለኝ መጻፍሽን። መጻፍ አለሽ ግን መደረላ አስቀምጠሽ እዛው ጉባር እዛው አዋራ ይበለዋል ሳታነብ ውስጡ ምን እንዳለ ሳታቀው ሳታቅ ይሆን ይችላል። ይሄ ግን እኔ ከናንተ አልጠብቅም ክርስቲያን ወገኔ መጻፉናን በጎንዱ ያውቅ የኔ ፍላጎት ነው። ለምን ሲያውቅ ነው ሰው መወያየትና መነጋገር እምነቱ ምን እንደሆነ ማወቅ የምችለው። ስለዚህ እባካችሁ እቺ ልጅ ምታቋት ጓደኛም ሆኑ ቁጥሯም ካወቃችሁ ያለችበት ነገር ካወቃችሁ እባካችሁ አደርሱላችኋለሁ። የፈለገ ቁርአንም ቢያቃጥሉ ብረቅጡት ቢሳደቡ እኛ የነሱን እምነት አንሳደብም። አላህ ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير المن النزه كالله سبحانه وتعالى ليلان የሚያመልኩትን ሰዎች አትሳደባቸው ለአላህ سبحانه وتعالى لمن فيصب الله الله نسደባሉ عدوا በጠላትነት بغير علم ያለው ቀዝም ብሎ ሳደባሉ እንጂ ስለማያውቁ ተዋቸው ይላል። ስለዚህ እስልምናችን ሰላምን ፍቅርን ይሰብካል እንጂ የሰው እምነት አንቋሽሽ አይልም። ስለዚህ እባካችሁን እናንተ የምታውቁ ክርስቲያን ወገኖቻችን በኢትዮጵያነታችን ተከባብረን እንኖራለን ተዋደን እንኖራለን። እቺ ልጅ ካወቃችሁ ጠቅሙት። እንዲሁም ሙስሊም ወንድሞቼ ኢንሻአላህ ታላ እንዲያነስ ባለጌ ብዙዎች አሉ አረብ ሀገር እየሰሩ አረብ ሀገር እየኖሩ አረቦች ቆሻሻ ናቸው አረቦች እንደዚህ ናቸው ከእስልምና ጋር ያያዙ። በነገራችን ላይ አረቦች ከእስልምና ጋር ያያዙ አይያያዙ። እስልምና የአላህ ነው ዲን። የተላኩት ነብይ መሐመድ ለዓለም እንጂ ለአረብ ብቻ አይደሉም። ስለዚህ ከነሱ የበሉ
እስልምናችን ቁርአናችን ነብያችን እየሰደቡ ብዙ ነገራቶች ይላሉ። ካልሆነ ሀገሩ ለቆ መውጣት ነው። ለምን ወደ አረብ ሀገር ተሳደጋላችሁ? ክርስቲያን ወገኖቻችን እንዲያን ተስተሳሰብ ያላችሁ ሰዎች ሲጀምር አረብ ሀገር መጥፎ ከሆነ አረቦች መጥፎ ከሆነ ወደዚህ ያለ መምጣት እስራኤል ሄዶ እዛ መሰደድ ትችላላችሁ። አሜሪካ ሄዶ ትችላላችሁ። ዩሮፕ ሄዶ ትችላላችሁ። ኬንያ ሄዶ ትችላላችሁ። ሀገራችሁ ትችላላችሁ። አረቦች ጋር ካልተመቻችሁ ነሱ እኮ ለምናችሁ አይደለም ራሳችሁ እኮ ነው። ይብስ ብላችሁ በባህር አይደለም እንደምትመጡት አረብ ሀገር ብሩን ፈለጋ ዛሬ እዚህ ደርሰሽ እንዴት ያለሽ እንጂ ምን እንደምትሰሪና ምን እንደምትበይ እናቃለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን ኑሮ እናቃለን። ኢትዮጵያን እንኳን እየታደግናለ ነው አረብ ሀገር የሰራን ሰዎች እንጂ አረብኛ ምናወራና አረብኛ ምናገር ሰዎች እንጂ ሌላ ሀገሮች አይደለም። እናቃለን እናያለን። ለሀገር ምን አደረክስባል ምን ሰበሰብክስባል ምን እንደምናደርግና እንዴት እንደሚሆን ያየን ነው። አረብ ሀገር ያሉ ሴቶች እህቶች ነው በደም ሰበሰቡ ወይስ ዩሮፕ አሜሪካ ያሉ ሰዎች ናቸው? እናቃለን። ስለዚህ ከዚህ ይበላን ከዚህ ወስደን ደሞዝ ወስደን ሀገርን እየረዳን ተመልሰን መሳደባችን ግን ትክክል አይደለም። ኢንሻአላሁ ተዓላ ይሄን ልታስቡበት ይገባል። የዚህኛው እህታችን ግን ይሄው ቁጥሬ ከስር አስቀምጫለሁ። በዚህ አድራሻ ወይም በዚህ ፌስቡክ ዩቲዩብ ይገብታችሁ እንድት አሳውቁን እላችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለዚህ ያላቃል እንደዚህ ሆኖ ተረጋግጦ እየረጋገጠችው እያየህ ዝም የምትል ሙስሊም ያንተ ዲን ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ሴትም ሆነ ወንድ ተመልከቱ ያላህን ቃል ነው እንደዚህ ያረጋ እየረጋገጠች አለችው። ይሄ ያላመመውና ይሄ ያልተሰማው ሙስሊም እውነት ለመናገር በጣም በጣም የሚያሳሳዝን ነው። ይሄም አልበቃት ብሎ ተመልከቱ የምትለውን ስሙ። እኔ ኮሜንት ላይ ገብተሽ አሁን በለቀኩት ቪዲዮ አትንጫጭ። ልክ ነህ፣ ምክንያቱም ሰይጣን ናት። ልክ ነው ያደረኩት እያለኝ ነው። በማድረጓ በልብ በሙሉነት ነው፣ አልተጸጸተችም። በደስታ ነው ማድረጓን እየገለጠች ያለችው ማለት ነው። ነገም አድርጋለሁ እያለች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ተንቀሃል ማለት ነው። ይሄን ያስናቅነው ራሳችን ነን። ዲናችን በቀላል የመጣ ዲን አይደለም፣ መስዋዕትነት ተከፍሎበታል። እንደዚህች አይነት ቆሻሻና እርካሽ የሆነች ልጅ ደግሞ ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቃል ተረጋግጦ ዝም ብሎ የሚያይ